عمر باخشوين. شوف انا ما بقول لك ان الميدان الرياضي واليوم اللي منتظرينك جمهور الاتفاق كله منتظرك، وابي اجابات سريعه، وان شاء الله يعني ما بثقل عليك. جيران حياك الله اول شيء، وارحب فيك وفي الجميع المشاهدين. جيرارد هو احد المدربين الحقيقه يعني يفاوضون الانديه، وهو من ضمن الانديه مثل كل نادي يعني عندنا عده. سبقت الاتفاق؟ ما ادري والله، طبعا الانديه ما نعرف مين اللي يفاوض مين، ولكن في النهايه هو من ضمن الملفات المطروحه لنادي الاتفاق، والاتفاق دائم نسعى لاسماء انها تكون جيده تدريبيا وايضا كاسم يعمل اضافه للاتفاق وللدوري السعودي. جميل جدا. هو جاء وانت موجود في النادي، ردت فعل انطباعه؟ والله شوف، هو طبعا الى الان ما في اي شيء يعني، ولا في اي اتفاقات، كلها هي فقط بدايه مفاوضات، والمفاوضات موجوده مع عده مدربين، وهو احد المدربين اللي موجود من ضمن المفاوضات. فإلى الآن ما انتهى أي شيء، لا مع جيرارد ولا مع غيره، عدة ملفات مطروحة، الإدارة تنظر من هو الأنسب، من هو الأفضل، من هو الذي يستطيع أن يعود بالفريق إلى مستوى أفضل مما كان عليه، وإن شاء الله أن يكون المدرب القادم كفيل بأنه يكون جيد للفريق وأنه يعمل إضافة.